انا محمود الضروري احد المستبعدين من النيابه العامه بسبب عدم حصول والدين على مؤهل عالي. احنا كان صدر لنا قرار تعيين في 24/6/2013 وكان مصدق عليه مجلس القضاء الاعلى في كان عهد المستشار محمد ممتاز متولي. بعد كده طلع القرار على المستشار احمد سليمان وزير العدل انذاك وطلعوا الى محمد مرسي كان رئيس الجمهوريه انذاك رئيس المعزول، ولكن رفض التوقيع عليه. ايه سبب الرفض احنا مش عارفين. ثم بعد 30 يونيو لقينا هناك دعوات بان الدفعه بها اخوان مسلمين. المستشار عدلي منصور رجع القرار الى الامن الوطني عشان يشوف هل في اخوان ولا لا، وحسب تصريحاتهم اثبت التحريات ان في 73 واحد من الاخوان. فتم استبعاد 73 واحد من الاخوان، وفوق ال 73 تم استبعاد 138. ولما سالنا ليه تم الاستبعاد قالوا ان الاب والام غير حاصلين على مؤهل عالي. طب هل فينا عيوب امنيه او اي حاجه؟ قالوا لا ما فيش اي حاجه امنيه، ولكن كان الاب والام غير حاصلين على مؤهل عالي. عدد الدفعه كام؟ عدد الدفعه 601 اللي تم اختيارهم. طيب خليني اسال حضرتك الاول، هل التعامل في القانون ام في المسؤولين؟ لا هو في المسؤولين، ما فيش اي قاعده قانونيه ولا دستوريه بتقول ان مؤهل الوالدين او المستوى المادي او الاجتماعي هو معيار للاختيار. بس حضرتك دارس قانون وعارف ان العرف قاعده يعني يوازن؟ لا هو مش عرف، ما فيش اي عرف، يعني هو الشرط ده الدفعه الوحيده هي دفعتنا احنا الوحيده اللي طبق عليها. يعني كان اول دفعه يطبق عليها هذا الكلام كان دفعتنا احنا مش عرف. طب ده التصرف ايه؟ ما هو ده بقى التفسير ده عند مجلس القضاء الاعلى. الخطوات اللي جايه اللي احنا كان النهارده عندنا المفروض وقفه احتجاجيه، ولكن الغيت لدواعي امنيه. النهارده محاكمه مرسي، فالقوات في حاله تاهب امني، فاحنا طبعا ان شاء الله هنعمل وقفه باذن الله برضو، بس هناجلها شويه لحد ما ناخد اخطار من وزاره الداخليه او تخطرنا وزاره الداخليه ان شاء الله بميعاد الوقفه الجديد ان شاء الله. حضراتكم اللي لا، هي الوزاره اتصلت بينا وقالت لنا معلش ان القوات في حاله تاهب واحنا مش هنقدر نعمل وقفه النهارده، فاحنا اجلناها وقالوا هنبلغكم ان شاء الله بالوقفه بميعاد الوقفه الثاني ان شاء الله. طب مفسر بان حضرتك معاك تصريح بالوقفه وبالاحتجاجيه ومع ذلك يعني؟ لا هي دواعي امنيه، احنا نحترم، احنا برضو وقفتنا لازم لا تؤثر على الامن، فاحنا برضو نحترم برضو الحاله الامنيه. الحاله الامنيه ان كانت تسمح فاحنا هنوقف، لا ما كانتش تسمح خلاص ما بقاش، يعني ما ينفعش ان الحاله الامنيه لا تسمح ورغم ذلك ان احنا نوقف. لا احنا جايين ندور على حقنا مش جايين نخل بالامن. طب عند استخراج القانون يطالب باستخراج اخطار هل واجهت اي صعوبات من المسؤولين اي مكان؟ لا 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 مفيش اي صعوبات، احنا رحنا القسم وقدمنا على طلب بوقفه احتجاجيه، وطبعا هو المفروض بيبقى اخطار مش بيبقى طلب، بيبقى اخطار، وان كان الوزاره هتقبل خلاص ما بتردش، اما لو كان في اي تعديل او اي حاجه فالوزاره بترد وبتقول معلش ان في تعديل في كذا. هو طبعا الوزاره ردت علينا وعدلت الميعاد. انتوا كوكلاء نيابه موقفكم ايه من تصريحات وزير العدل الاخيره؟ تصريحات وزير العدل اقدر اقول لحضرتك ان هي لم تؤثر فينا في شيء، لان هذه التصريحات احنا سمعناها 1000 مره قبل كده، هي تصريح من باكور التصريحات بدات بالمستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق عندما قال يا ابني ابوك وامك حاصلين على مؤهل عالي، فقلنا لا، قال اللي ابوه وامه مش حاصل على مؤهل عالي ملوش مكان عندنا في النيابه. ثم المستشار احمد عبد الرحمن مع الاستاذ مجدي الجلاد على سي بي سي اكسترا، ثم المستشار صبري حامد كان عضو مجلس القضاء الاعلى السابق، ثم السيد وزير العدل، فهذه باكور التصريحات يعني ما احنا متعودين عليها فما اثرش فينا في حاجه يعني. هل ده بيدل على وضع طبعا طبعا هو الوضع قائم، الوضع موجود، احنا بس هو نشكر سياده الوزير على صراحته. يعني هو الموضوع كله احنا نشكر سياده الوزير على صراحته، هو الوضع موجود ولكن ما فيش حد بيتكلم، لكن السيد الوزير بكل صراحه وقالها هو الان متمسك بها الى الان، حتى بعد استقالته قال اه انا متمسك بها ومش هتنازل عن تصريحاتي. احنا عارفين ان الوضع موجود والدليل على ذلك احنا. يعني حضرتك عارف ان عمل القاضي وفي البدايه عمل النائب العام بيبقى له من الوقار، وده في تفسير الوزير يعني. تفسير حضرتك ايه اذا كان مثلا ايه المانع ان ابن فلاح او ابن صعيدي او ابن اي مكان انه يكون وكيل نيابه؟ مفيش اي مانع. هل كل الساده المستشارين، هل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى والمجلس الاعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الجنايات، هل كلهم اولاد بشوات؟ كلهم ابناء عمال وابناء فلاحين، ليه زي ما قال الوزير ممكن نفسيته تتعب؟ طب ليه هم نفسيتهم ما تعبتش؟ ولا اشمعنى احنا اللي نفسيتنا هتتعب يعني؟ لا طبعا الوظيفه الان انا احكم بعلمي، احكم بعدلي، مش احكم بمؤهل والدي ولا احكم بمستواي الاجتماعي.
كله بمنتهى الصراحه كده ان في طلبه خريج الحقوق يتقدموا بمبالغ ماديه ضخمه علشان الفلوس الكبيره، ده موجود؟ احنا الحاجات دي ما نقدرش نقول لك موجود او مش موجود، لان لابد زي ما بيقولوا ايه البينه على من ادعى. فانا لو ادعيت بكده يبقى لازم اجيب بينه، لازم اشوف يكون مثلا حد اتهم في ذلك او حد تم، لكن انا ما اقدرش اقول الكلام ده هل موجود او غير موجود يعني. طب هل مهنه النقل